أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا وصاحبتي. إزيك يا صاحبتي؟ إزيك يا حبيبتي؟ أخبارك؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ تمام، ماشي أخبار الحال. الحظر إيه؟ تمام؟ بنمشي بصعوبة وبنطلع بصعوبة. الحمد لله، ربنا يعديها على خير. أولا أنا كده هبدأ كده بتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بشهر شعبان اللي احنا ناقص لنا كده 3 أسابيع تقريبا على رمضان، وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين وربنا يا رب يجي علينا رمضان ونكون كويسين والدنيا تهدى شوية ونبقى بخير وسلامة بإذن الرحمن. شعبان بقى، ما احنا عايزين نتكلم شوية على شعبان. نتكلم على شعبان طبعا، احنا هنتكلم عليه كده باختصار شديد، ان هو طبعا ده شهر جميل ربنا يعني عودنا عليه دايما الرسول عليه الصلاة والسلام، ان هو دايما كان بيصوم في الشهر ده اكتر من اي شهر تاني. فليه بقى كان بيصوم في الشهر ده اكتر من الشهر التاني؟ عشان يتعود على رمضان، هو يعني قبليها بيسبقوا شعبان عشان نخش كده نبقى يعني نبقى مبتدئين كده، يبقى احنا كده خدنا على الصيام ويبقى شهر رمضان داخل كده الدنيا بسيطة معانا. تمام. وهو حتى كمان أسامة ابن زيد جه في يوم سأل الرسول قال له يعني أنا شايفك بتصوم أكتر شهر في السنة هو شهر شعبان، فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رد بكل حاجة كويسة جواه وقال لنا الشهر ده بيغفل عنه المسلمين، لان هو ما بين بيبقى رجب وما بين رمضان، فهو قال له احب حاجه عندي ان انا اصوم في شهر شعبان، وانا احب عندي ان انا ترفع لي اعمالي وانا صايم. فطبعا ده لازم يبقى قدوه لينا احنا كلنا ان احنا نصوم في شهر شعبان زي ما الرسول كان بيصوم، وتمام اللي احنا من يعني ما نقراش القران بس في رمضان. لا، المفروض المفروض بنبدا القران دلوقتي، يعني انا واحده من الناس بدات القران دلوقتي وممكن نكمله لغايه رمضان ونختمه في رمضان. تمام. وكمان نكسر من الدعاء، طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا في ابتلاء، نكسر في الدعاء الشهر ده وشهر رمضان باذن الرحمن وربنا يعديه على خير باذن الله ان شاء الله. طيب، بمناسبه بقى يعني شعبان ورمضان واللحظات الجميله اللي احنا فيها دي، عايزين نتكلم على اليتيم، يوم اليتيم. المفروض ان احنا في شهر 4، اول جمعه من شهر 4 ده يوم اليتيم. طبعا كلنا عارفين ان يوم اليتيم اول حد انشاه هي الجمعيه الاورمان الخيريه، أنشأته سنة 2003 أو 2004، وده دايما كانت بتحس الناس أنها تقف مع اليتيم معنويا وماديا وتسنده. ده كان يعتبر دعوة من جمعية الأورمان سنة 2006 أو 2008، أنا مش فاكرة برضو. 2006 أخذت كل الأوراق الرسمية من الشؤون الاجتماعية، و2008 كانت عاملة تجمع كبير أو الأطفال الأيتام، كان حوالي 30,000 طفل كانوا ماسكين علم مصر. طبعا اليوم ده اللي أنشأه مصر في قلب مصر، وده عمل صدى كبير جدا في الدول العربية وكلهم بقى يحتازوا باليوم ده. اليوم ده طبعا كلنا عارفين إن الناس الفنانين والمشاهير والناس العادية كلهم بيتضامنوا مع اليتيم واللي بيروح الملجأ، وفي رحلات مدرسية عملوها دلوقتي للملاجئ. طبعا احنا هنقول ان احنا يعني الله اعلم اذا كان هيحتفلوا بيه طبعا يوم الجمعه الجايه ولا لا، طبعاً. فطبعا مش هيبقى فيه احتفال بالمعنى الرسمي زي كل سنه ما احنا متعودين عليه، فطبعا كل واحد بقى يتعود او يفكر من دلوقتي ازاي هيحتفل باليتيم، عشان طبعا ما ينفعش ان انتوا تكونوا بتحتفلوا بيه السنين اللي فاتت دي كلها وتيجوا السنه دي طبعا عشان الموقف اللي احنا فيه والبلد اللي فيه تسيبوه. هو عامه اليتيم الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بيه، وطبعا خلاه حاجه جميله جدا ان اللي بيبقى كافل اليتيم ده معاه في الجنه، يعني حتى الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول انا وكافل اليتيم كهتين واشار بالسبابه وبالوسطى. فطبعا احنا عايزين يعني نشجع كل الناس، مش عشان يوم اليتيم بس اللي هو بيبقى في شهر 4 او بيبقى الاحتفال بيه يوم واحد، يا ريت نحسس اليتيم اللي احنا معاه في كل وقت في كل ساعه في كل ثانيه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما وصانا باليتيم ما وصناش بيه عشان لحظه، ما وصناش بيه عشان ان احنا نطبطب عليه في يوم ونسيبه بقيه الايام، فطبعا هو وصانا بيه ان احنا نهتم بيه
نتكفل بيه من الصغر لغايه لما يكبر ويقف ويشد حيله. ما ينفعش ان انا اتكفل بيه لحظه واسيبه بقيه الوقت. الرسول عليه الصلاه والسلام برضو وصلنا بحاجه، قال لك فاما اليتيم فلا تقهر. فلا تقهر دي معناه ايه؟ فلا تقهر اليتيم. دلوقتي اليتيم هو اللي فاقد الاب والام، او مش اليتيم بقى، اليتيم فاقد الاب بس الأب. بعد كده انا اقول ايه الفرق بين اليتيم واللطيم. اليتيم هو اللي فاقد الاب، يعني فقد جزء من حياته مهم جدا، فقد رمز القوه. وبرده في يتيم فقد الام، فقد رمز الحنان. الاثنين دول قوتين لو اي حد فقدهم بيبقى تايه. تخيل يم لو 1000 ايد اتقدمت لليتيم مش هتكفيه زي حنان امه واحساسه بالامان واحساسه بالاطمئنان في حضن امه. برضو القوة، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ما تقهروش، يعني انت لو قهرته بعد ما انت تقهره هيروح لمين؟ مين هيدافع عنه؟ رمز الجوع عنده مش موجودة. ومين اللي هيدافع عنه وقت ما نفسه توديه الحاجة؟ رمز الحنان عنده برضو مش موجود. فربنا سبحانه وتعالى أوصانا باليتيم وقال لنا ضموا اليتيم، امسحوا على رأس اليتيم. يعني في حاجة كده أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان في واحد اسمه ابن لبيب. ابن لبيب دوت كان عنده شجرة زي نخلة كده بتنزل بلح، فالشجرة دي كانت مايلة شوية عن على بيت اليتيم، واليتيم ده البلح كان بيقع عنده وكان بياخد البلح بياكله. ابن لبيب زعل جدا ودخل على اليتيم وخد البلح من بقه. بعد ما خده من بقه اليتيم قعد يعيط، فراح يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا نبي الله انا كل ما اخد بلح بيطلعه من بقه ياخده. فرسول الله نادى ابو لبيب قال له تعالى انت دلوقتي البلح ده انت سامح بيه ليه؟ قال له لا انا مش سامح. قال له طب خلاص ممكن انت دلوقتي تسيب النخله مقابلها تاخد نخله في الجنه؟ قال له لا انا مش عايز. قال له طيب خلاص. لقى اليتيم بيعيط فقال له انا ما اقدرش احكم، بس النبي صلى الله عليه وسلم غضب قوي وخد اليتيم ومشي. بعد كده ابن الدحاح ابي الدحاح، معلش اسفه، ابي الدحاح جه سمع الكلام ده عن ابي لبيب فساله، قال له وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليك نخله في الجنه؟ قال له اه بس انا مش عايز. قال له طب خلاص ليك حديقتين وتديني النخله. فقال له طب خلاص ليك الحديقتين خدهم. سبحان الله، الرسول عليه الصلاه والسلام سمع ان ابي الدحاح ساب النخله، قصدي ساب الحديقتين لابي لبيب، فوعدوا ان في اكتر من نخله في الجنه. ابو حبيبه همس، اوكي، معانا مداخله من ام حبيبه في الشرقيه. الو ام بسند. الو ام بسند. الو ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك ام بسند، اخبارك؟ الحمد لله والله. عامله ايه؟ انا ليا الحمد لله والله يا حبيبتي. اتفضلي. انا عندي بنتي باباها متوفي عندها 3 سنين، هي دلوقتي في ثانيه جامعه. بس عايزه الفت نظر حضرتك لحاجه جدا. اتفضلي. كلمه يوم اليتيم دي بتاذيها نفسيا جامد جدا جدا جدا، وبتحس فعلا بفقدان الاب. هو ليه انتوا عاملين اليوم ده بالذات يعني اليتيم، تحسسوهم باليتم ليه؟ هو الفرحه انتوا هتدخلوها على اليتيم، مش بتدخلوها في اي يوم وفي اي مكان وفي اي وفي اي وفي اي. لو سمحت يعني راعوا النفسيات بتاعت البنات اللي فقدت الاب بالذات. دي نفسيه بنتي اقسم بالله من اول امبارح لغايه النهارده متدمره. فلو سمحتوا خفوا شويه في البرامج، مش مهم مش تحتفلوا باللي فقد الام ولا الاب ولا كلام من ده، بل بالعكس هم محتاجين الحنان، بس بلاش مباشر على الهوا والطريقه دي، ممكن بطريقه ثانيه خالص غير ان احنا نعمل برامج ونكثف كميه برامج على حاجه زي كده. وشكرا لحضرتك. العفو يا حبيبتي. بصي يا ام حبيبه، احنا دلوقتي مش بنحتفل بيوم اليتيم، ده مش احتفال، احنا بنعمل دعوه للناس انها تساند اليتيم. في فرق بين الاحتفال وفي فرق بين المسانده. احنا بنعمل دعوه لكل واحد يقدر يقدم حاجه لليتيم ويتكفل بيه. هو التكافل ايه؟ التكافل عباره ان هو مش بيتكفل بس ماديا، لا بيتكفل نفسيا، بيتكفل عاطفيا، بيطبطب عليه. احنا اليوم ده مش دعوه او احتفال، احنا بندعي كل الناس انها تقف جنب اليتيم. يعني حتى لو بنتك يتيمه بندعي خالها، بندعي عمها، بندعي اي حد قريب منها يعطف عليها ويضمها ليه. مش بنعمل ده عشان خاطر حد يزعل مننا، بالعكس.
وكمان احنا بنطبق سنة الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام، لان والسلام احنا طبعا كلنا عايزين نروح الجنة وكلنا عايزين نبقى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحنا يعني لو حد بيحتفل، وده مش معنى احتفال زي ما هنا كده بتقول، ان ده يعني بيدعي كل الناس انها تقف جنبه بتدعمه، سواء بالطبطبة بالمال، ان هي تتكفل بيتيم، تشوف مصاريفه ايه، محتاج ايه. احنا مش بنحتفل بمعنى الاحتفال، هو المفروض ان احنا نهتم باليتيم في كل اوقات السنة، مش في يوم واحد بس في السنة. وده اللي ربنا ورسوله قال عليه، اللي احنا عليه يعني لازم بجد. يعني انت عايز تاخد مكان في الجنة، او انت عايز تاخدي مكان في الجنة، يبقى لازم تطبقي سنة الرسول في كل الاحوال اللي هو قال لنا عليها. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على اليتيم الاب والام، بس دلوقتي عايزين نتكلم يا حنان في حاجة مهمة جدا. في يتيم الاب والام بيبقوا موجودين، ده يتيم عن انعدام الاخلاق. انعدام الاخلاق اللي هو ايه؟ انا دلوقتي الاب والام راجل ما عندوش مسؤوليه، وامه مستهتره، عمل علاقه غير شرعيه، جابوا طفل رموه في الشارع. للاسف ده كتير قوي، ومش هخص بيها بلدنا، لا هي بقت تقريبا بقت كفر عامه، العالم بقت عامه. فحرام يعني انت دلوقتي ما عندكش مسؤوليه، وهي عديمه يعني مستهتره، دي حاجه تخصكم، بس ليه تجيبوا للمجتمع طفل صغير ملوش اي ذنب، وكلكم بقى يا حنان وبيرموه في الزباله دي كوم تاني. يعني في ناس بتتمنى عيل واحد، قسما بالله في ناس بتدفع الافات عشان تجيب عيل تعمل حقن مجهري او تعمل اطفال للانابيب، وما بتنفعش معاها. تخيل انت ربنا اديها لك كده لوحدها تقوم ترميه. وكمان عايزه اتكلم في حاجه كمان، يعني انت بتتكلمي في نقطه ان هي بيرموه في الزباله. طب معلش يعني صعب. اسفه، انتوا كملتوا ليه اصلا من الاول الشهور دي كلها ال9 شهور؟ ما دامك انت هتتخلصي منه في الاول وفي الاخر، خلاص بقى ما تجيبوش للدنيا، انت سبتيه والاب سابه، ما تجيبوش للدنيا يبقى لوحده، وكل واحد يبص له يعني نظره مش كويسه. خلاص انت يعني كل الشيوخ قالوا ان هي ممكن تتخلص من ال 40 يوم، في 40 يوم بس ما يتعداش ال3 شهور. طبعا كده في حرمانيه. يعني يا جماعه معلش، يعني كل واحده بتغلط او كل واحد بيغلط، مش لازم يرموا غلطهم على بعض، وفي الاخر انتوا بترموا غلطكم على الابناء اللي انتوا بتجيبوها. وفي يتيم كمان، ده بقى ده الاوبشن الجديد بقى. والله في يتيم انعدام المسؤوليه، يتيم لا اب وام برضو موجودين، الام انفصلت عن الاب، والاب بدون رحمه بيعاقب الاولاد بالام. طب الام ذنبها ايه؟ وبيلففها وراها في المحاكم عشان تجيب اكل وشرب للاولاد، ده ما ينفعش. يتيم الام، الاب بيعاقب الام برضو، وياخد الاولاد من الام، ويفضل الابن من غير ام، ده برضو ما ينفعش. يا جماعه لازم نحافظ على اولادنا، لازم نراعي ان ده الجيل اللي جاي، لازم نطبطب عليه، لازم نحط مشاكلنا الشخصية دي على جنب، أولادنا ده على جنب تاني خالص. يعني أنا دلوقتي الواحد أول ما بيجرى لأي حاجة ويقعد لا قدر الله وداخل مثلا إنه في مرض وحاسس إنه هيموت، أول حاجة بيبص لها أولاده هيعملوا إيه من بعده، مين هيطبطب عليهم، مين هيأكلهم، مين هيشربهم. يا جماعة قسما بالله الأولاد دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، وما بقاش في حد بياخد دور حد، مفيش حد بياخد دور حد. خلاص الخال ما بقاش والد، ولا العم بقى سند، ولا الصاحب بقى ظهر، ولا الاخ بقى امان، مفيش حد بقى ياخد دور حد. يا ريت نحافظ على اولادنا، واحنا دلوقتي في مرحله متهيألي كلنا بنتمنى الخير لبعض بعد الابتلاء اللي ربنا ابتلهولنا، فالمفروض ان احنا نرجع، واللي عامل حاجه ضد اولاده او ضد الانسان اللي كانت معاه سنين طويله يرجع. لازم ننشئ جيل المحامي، الدكتور، الاعلامي، احنا بننشئ جيل جديد. طبعا نتمنى ان احنا نكون قلنا لكم المفيد، ونتمنى طبعا ان يعني الابتلاء اللي احنا فيه دلوقتي كل واحد يتجمع مع اهله مع اسرته. نتمنى بجد ان الاب والام زي ما هناء قالت ان هم مستهترين بعيالهم، مش حاسين بيهم اصلا على الرغم ان هم يكونوا عايشين معاهم. احضنوهم، صدقوني الحضن بيفرق جامد قوي. مجرد انت بتحضن ابنك او بتحضني بنتك، حتى لو هم غلطانين او هم شايفين ان انتوا في جيل وهم في جيل تاني، لا انزلوا لمستواهم شويه، حاولوا تعيشوا معاهم بدل ما كل واحد عايش في حته، اللي عايش على النت واللي عايش على الموبايل. دي ما بقتش حياه اجتماعيه للاسف. للاسف اللي احنا فيه دلوقتي بسبب السوشيال ميديا اللي معظمها اشاعات،
حاولوا بقدر الامكان تهتموا بعيالكم اكتر من كده عشان ما فيش طيار تاني ياخدهم لحاجه اسوأ. لا وعايزه اقول كمان حاجه، الرسول عليه الصلاه والسلام كان في واحد ايام الرسول كان قاسي القلب، راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا قاسي القلب، يعني ما بقاش عندي احساس، بصلي برضو قلبي قاسي، بتوضى قلبي قاسي، بزكي قلبي قاسي، كل حاجه قلبي قاسي، عندي اسوأ في القلب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له طيب انت عايز قلبك يلين؟ قال له اه. قال له طيب حاجتين هتعملهم، اطعم المسكين وامسح على راس اليتيم. ايه هي امسح على راس اليتيم؟ كده يعني انت افتكر ايام زمان لما كنت صغير كان لما حد يطبطب عليك ويمسح على راسك كنت بتتحول لحاجه تانية خالص. افتكر ده، افتكر ان اليتيم ده ملوش حد يمسح على راسه، ملوش حد يطبطب عليه، افتكر اليتيم ده لما بيشتهي الاكل، احنا دلوقتي كبار بنشتهي الاكله بنعمل ايه؟ بنروح نشتريها ونجيبها. تخيل بقى اليتيم هو نفسه ياكل، نفسه يشرب حاجه معينه ومش قادر يجيبها. صدقني انت لو جبتها له وطبطبت عليه واحتضنته هتفرق معاه كتير جدا، هتخلق انسان سوي، انسان واثق من نفسه، وهتاخد ثواب ده ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيه وقال انا واليتيم كهاتين في الجنه. فالمفروض يا جماعه ان احنا ناخد بالنا ان اليوم اليتيم ده مش يوم الجمعه بس، لا ده المفروض طول ايام السنه برضو طول الوقت، ومش شرط ان انت تكون معاك فلوس عشان تحن على اليتيم. في ناس معهاش تعمل ايه؟ بتروح يوم اليتيم ده او في اي يوم تاني شويه شوكولاتات، كلمه حلوه بالزبط. واللي معاها وتقدر تتكفل باليتيم، مش تتكفل بيه ماديا بس، لا ما ينفعش ماديا، احنا قلنا ينفع معنويا، وتتحمل كل مساوئ اليتيم، تتحمل ان هو مثلا لو عديم المسؤوليه هتتحمله، لو بيتنرفز هتتحمله، لو مريض هتتحمله، لو مشاغب هتتحمله، لازم نتحمله، هو ده كافل اليتيم، الكافل مش مادي بس. طيب بالنسبه بقى لواكل اموال اليتيم، اعوذ بالله طبعا ربنا يكفينا شر انفسنا، هي بتكون وسوسه شيطان مش اكتر. يعني العم او الخال اللي بيكونوا اوصياء على الاطفال لما الاب والام بيموتوا، هو غصب عنه يعني بيلاقي مثلا الاب سايب فلوس كتير لليتامى دول، فخلوا بالكم ان انتوا يعني تراعوا ربنا شويه لما بيكونوا وصيين على الاطفال دول، لان فعلا اللي بياكل مال اليتيم ده كانه واكل نار في بطنه، ده الرسول هو اللي قال كده. يعني تخيل بقى انت كل شويه تاكل مال اليتيم، كل شويه تاكل مال اليتيم، كام نار نزلت في بطنك، ده غير اللي انت هتلاقيه في الاخره. عقاب الدنيا يعني ربنا يهونها على الناس ويفوقوا من اللي هم بيعملوه مع اليتامى بالذات، ان اليتيم ده طبعا هو ملهوش ولا حول له ولا قوه. انت كعمه او انت كخاله او انت كعمته شايف ان انت قدوه حسنه ليه، عمره ما هيفكر خالص انه انتوا ممكن تاكلوا ماله. طيب دلوقتي نطلع فاصل ان شاء الله، وضيفتنا الدكتوره حبيبه راشد اخصائيه علاج اخصائيه تغذيه علاجيه. نطلع فاصل.